بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله معاشر الحضور في هذه المحاضرة ضمن سلسلة مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقام في هذا الجامع إقامة لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لمكانتها في الإسلام. وعنوان هذه المحاضرة التمسك بالسنة. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والناس في ضلالة عمياء وجاهلية جهلاء، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر. فبعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، رحمة للعالمين، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كان الناس من قبله عليه الصلاة والسلام في أقبح ما يمر على البشرية من السوء والدناءة، حتى جاء في الحديث: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي من الكتب السماوية، وإلا فغالب أهل الأرض كانوا على جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فجاء النور بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الرحمة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقام بدين الله تعالى أتم القيام، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى أصدق الدعوة، وجاهد في الله عز وجل أصدق الجهاد، فأنار الله به البصائر، وهذب الله عز وجل به النفوس، وهدى الله تعالى به الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة. وهذا من أعظم النعم التي أسداها الله سبحانه وتعالى إلى عباده. ولذلك الله تعالى يرى بأن قال ذكر بأن هذه من الله عز وجل على عباده المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهي نعمة عظمى ومنة عظمى من ربنا عز وجل. لئن ذكرت يا عبد الله نعم الله عز وجل عليك، أذكر نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، أذكر نعمة هدايتك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال بأن من تمام نعمة الله عز وجل على العبد الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرجأه في أصلاب الرجال حتى يكون مؤمنا بالله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد يكون العبد مؤمنا بالله من ملة على ملة إبراهيم، أو من أمة إبراهيم، أو من أمة عيسى، أو من أمة موسى، ولكن الله عز وجل لما من عليك بالإسلام من الله عليك بالإسلام حلية تلو حلية، فكنت مسلما لله مؤمنا بالله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، آخر الأمم وأفضل الأمم أن يهدى الإنسان إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فنعمة عظيمة
أن الله عز وجل أرجأنا من أصلاب الرجال حتى جاء هذا الزمان آخر الأزمنة، وهذا النبي خاتم النبيين، فشهدنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي نعمة أفضل من هذه النعمة. عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أكمل العصور وأفضل الدهور، يصاحبهم محمد عليه الصلاة والسلام، يرون الآيات تنزل عليه، يرون المعجزات تجري على يديه، يرون الفتوح والأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام، حتى كما حكى الله عز وجل حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فأي لذة تلك اللذة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وأي كمال ذلك الكمال، فالكمال كل الكمال. إن سئلتم عن أيام التاريخ وأخبار الليالي، لا يوجد وقت ولا زمن أكمل من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويبدأ النقصان. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما إن نفضنا أيدينا من غبار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنكرنا قلوبنا التي في الصدور. فبدأ النقصان بموت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. بل جاء عن بعض السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في دين الله أفواجا قال: ولا يأتين على الناس زمان يخرج الناس من دين الله أفواجا. وهذا حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنقذ الله عز وجل الأمة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام مقام الصديقين، مقام النبيين، ودعا إلى الله عز وجل، وحارب من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. عنوان هذه المحاضرة: التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ومن فعل ومن صفة خلقية وخلوقية ومن تقرير. فكل ما جاءنا من خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ما على العبد إلا أن يؤمن بها وأن يسلم وأن يتمسك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر أمر يشرف به المرء، ويبعد أن يكون مسلم من المسلمين يقول: لا أتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الدعاوى كثر، والانتماءات المزيفة كثيرة، والأماني أكثر وأكثر. فكم من شخص يزعم ويظن بأنه متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يأتي بها على الوجه اللائق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بينك ومن بين صدق التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام شعارات ومنارات ودلائل، إن أنت جئت بها فأنت بحق متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اختل شيء من ذلك فقد وقع من تفويت اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع بحسب ما فاتك من ذلك. أول تلك الشعارات: الإيمان الصادق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لا يصح دين العبد إلا إذا آمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يصح للإنسان دين ولا يصح للإنسان انتساب للإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. يؤمن العبد بأن هذا الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، يؤمن بأنه مرسل من ربه عز وجل، يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا بالحق وما جاء إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. وأيضا من شعارات ومنارات صدق التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر. وقد جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من آية من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة والمعيشة الرغيدة إنما تكون في الاستجابة لما جاء به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله سبحانه وتعالى لنا بمسمى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الرحمة ومن أراد الفوز ما عليه إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقيقة الإيمان به عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل إذا امتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ أي من الذي يأبى ولا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم يدل على أن شرط دخول الجنة والباب الذي منه نرج إلى الجنة والشخص الذي ندخل من ورائه للجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه يستفتح باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت، فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فأول من يدخل الجنة هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يطأها هو محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الدخول دخول الجنة فما عليه إلا أن يقتفي آثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الحديث المشهور حديث العرباض بن ساري، وهو أحد الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، ثم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع عليهم رضوان الله عز وجل. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة وأمر عجيب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء من ذلك. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أي بماذا توصينا؟ وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لما علموا من حرصه بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أي تمسكوا بها أشد التمسك، أي أطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وامتثلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن من أعظم الشعارات التي ينبغي لنا أن نمتثل بها وأن نتمسك بها حتى نكون صدقا وعدلا ممن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر. بمجرد ما أن يأتينا أمر عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، لا ننظر إلى رغبات النفس، ولا ننظر إلى ميول الهوى، ولا ننظر إلى نظر الناس، وإنما ننظر إلى رضا الله عز وجل، وإلى أن الآمر هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسل من ربه عز وجل، هو رسول ربي. وهذا من كمال التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن توحيد الله عز وجل أن الله تعالى حيث أمر هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله، وهو سيدك عز وجل وخالقك، أرسل إليك عبدا من عباده ونبيا من أنبيائه ورسولا من رسله، أرسله إليك لكي تستجيب لرسالته وتؤمن بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فما عليك إلا أن تمتثل، ما عليك إلا أن تستجيب يا عبد الله. أنت عبد بين يدي سيدك سبحانه وتعالى، يأمرك الله عز وجل بما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لك الحق أن تنظر إلى رغبات الهوى وإلى رغبات النفس وإلى حظوظك الشخصية، وإنما تمتثل مباشرة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الحق أن تختار، ليس لك الحق أن تختار وأن تنظر في رغبة النفس وهوى النفس، وإنما مباشرة تستجيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي بالصديق مرحلة عظمى لما بادر به سنة النبي عليه الصلاة والسلام من القبول والرضا بها. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما إن يأتيهم أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مباشرة يمتثلون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما جاء الأمر أو النهي عن الخمر قيل بأن طرقات المدينة صارت تسيل من الخمر استجابة لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من أعظم شعارات صدق التمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر. أيضا من أعظم شعارات صدق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزجر. فما إن يأتينا نهي عن رسول الله إلا ومباشرة ينبغي لنا أن نستجيب وأن نمتثل، لا أن ننظر في صوارف الأخبار ولا أن ننظر في دلالات الألفاظ بأمور تضعف هيبة النصوص فتضعف الأمر وتضعف النهي وتضعف قبول الأخبار، وإنما نسن بها سنن العلماء ونجري بها على طرائق أهل الفضل والدراية بدين الله عز وجل ثم نمتثل. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر الله عز وجل عقوبتين اثنتين تهدد كل من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في المقالة المشهورة عنه لما قال: إني أخاف إن تركت شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أهلك، أن أزيغ أو أهلك. الزيغ هو الفتنة والعذاب الأليم هو الهلاك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. حتى فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفتنة بأقصى صور الفتنة وهي الشرك بالله عز وجل، بمعنى أن الإنسان إذا تعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه أن يفتن في دين الله سبحانه وتعالى حتى يمرق عن دين الله عز وجل، كما لعله يأتي معنا من قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع الخوارج الذين رغبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس مني لفظ يحتمل أقصى الكفر ويحتمل أيضا أدنى المعاصي، فهذا يعتبر من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يعود نفسه على أنه إذا جاءه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يمتثل لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ويجتنب ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لما ذكرت الأمر والنهي واستجابة العبد المسلم لنفسه أشرت إلى قيد مهم، أن المرأة لا ينظر إلى رغبة النفس والهوى. اليوم لو فتشت من فتشت تجد الكثير من الناس وكأنه يؤمن بهواه، وكأنه يتابع رغبته، وكأنه يسير على ما تريد منه شهوته، وهذا والعياذ بالله من البلاء. المرء يتردد مرات ومرات ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، هل أتبع هذه السنة أو لا أتبع؟ هل يحمدني الناس؟ هل عقلي يقبلها؟ هل رغبتي ترضى بها؟ فإذا عقله رغب هذه السنة وهواه والف هذه السنة عمل بها، هذا عند النظر والتحقيق هو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يؤمن بهواه، يؤمن برغبته. وإلا المؤمن الحق يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقل الحكمة أو لم يعقل الحكمة، عرف المراد أو لم يعرف المراد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ بالحجر الأسود ويقبله ويقول: والله إنا نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأخبر عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع حسر المنكبين، الحسر على المنكب والرمل في الأشواط الأول من الطواف. أخبر بأنه كان لأمر حادث عندما كان المشركون يقولون بأن محمد أو جاءكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى خيبر. قال عمر: وأما الآن فقد أعز الله الإسلام
ولكن نلتزم بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نعقل لماذا يحسر الإنسان عن منكبه بعد أن تم الإسلام وبعد أن أظهر الله تعالى الإسلام، نعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما قال رضي الله عنه علي بن طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على الخفين يمسح أعلاهما، مع أن الذي يصاب بالتراب وبالكدر هو أسفل الخفين. وبعد ذلك نقول بأن العبد المسلم ينبغي أن يمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقل المعنى أو لم يعقل المعنى. لماذا؟ لأن هناك من الناس من يظن بنفسه بأنه إنما يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة إنما يتبع هواه وإنما يؤمن بهواه. فما قبله الهوى وما قبله العقل تجد بأنه من المسلمين بهذه السنة، وما لم يرغب به العقل ولم يرضى به الهوى تجد بأنه يجعل من بين ذلك المعاذير ويختلق الصوارف حتى لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ما عليه إلا أن يمتثل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من سائر الأخبار. ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يسير في طريقه من المدينة إلى مكة، فلما وصل إلى موطن من المواطن انحرف عن الطريق ثم استقام عليه، فقالوا: ما لك صنعت كذلك كذا؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك. وسيأتي معنى ذلك من شعارات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق التمسك بسنته. إذن من أعظم شعارات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشعارات والمنارات التي يتحلى بها المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي، ومعنى النبي أن ينبأ إليه، أن يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من علم الغيب، من الأمور السالفة والأمور الخالفة وما يكون في آخر الزمان وما يكون في أمور الآخرة بما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وجب على العبد المسلم بعد أن يثبت لديه بأن الخبر صحيح أن يقابل ذلك بالتصديق. ألم يخرج بين شفتي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل ما خرج من بين شفتيه حق. كان يملي في يوم الأيام الحديث على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو كان من كتاب الصحابة وكان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يتكلم بالحديث وعبد الله بن عمرو يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه كف عن القلم أو شك في بعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه السلام: ما لك؟ اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا، والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا. فما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. ولكن لك يا عبد الله أن تسأل بسؤال واحد بين يدي ذلك، وهذا السؤال هو ثبوت الخبر. كما قاله الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قيل له بأن محمدا أو أن صاحبك يقول بأنه الليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، لم يعرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الحدث الغريب العجيب في ذلك الزمان الذي ليس فيه طائرات ولا وسائل نقل سريعة، بأن محمدا يسرى به، يخبر الناس بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس بل وعرج به إلى السماء. لم يعرض أبو بكر الصديق هذه الواقعة على دلائل العقل وحوادث الواقع، وإنما سألهم سؤالا واحدا وقال: أو قد قاله؟ قالوا: نعم قاله. قال: إذن صدق. فأنت يا عبد الله إن جاءك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تقابل هذا الخبر بالتشكيك والتحريف والتبديل والتأويل والتصرف في المعنى والقدح في الثبوت بغير حجة ولا برهان. اسأل سؤالا واحدا ممن هم أهل الخبرة والاطلاع من نقاد الحديث وأئمة العلل وأهل المتانة والثقة والعدالة، اسألوا: هل قاله رسول الله؟ هل هذا مروي في صحيح البخاري الذي أطبقت الأمة على قبوله وعلى الرضا به وعلى التحديث به وعلى تقديمه من بين مصنفات أهل الإسلام؟ هل رواه مسلم وهو من أصح الكتب بعد صحيح البخاري؟ هل اعتمده أحمد بن حنبل إمام العلل؟ هل رضي به علي بن مديني إمام العلل؟
هل قبله يحيى بن معين؟ هل صحح إسناده شعبة بن الحجاج العتكي؟ هل هو حديث صحيح عند علماء الإسلام؟ فإن قالوا صحيح قل إذن صدق، قبله عقلي أو لم يقبله، وافقه الواقع أو لم يوافقه، إنما أقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يكذب. ولو اجتمعت الأخبار بدلائل العقول ونقد أهل النقد على الوجه الصواب ليجدون بأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ما قاله الحذاق أهل العقل والعدل من كافة التخصصات في الطب والاقتصاد والسياسة والجيولوجيا وأخبار المياه وأخبار البحار، كل ما أخبر حتى أخبار الأجنة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذه المراحل أخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم وهي في جوف الأرحام. اليوم الطب الحديث صدقها، ودلائل ذلك كثيرة، وصنف فيها اليوم المصنفات العديدة ما يسمى الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، كل ذلك يوافق خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وإذا وافق الخبر الخبر فإن هذا يزيد المؤمن اطمئنانا وتصديقا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما حدث بحديث الصادق المصدوق قال حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق، هو الصادق فيما يقول ومصدوق فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل، فقد جاء به جبريل الأمين على وحي الله سبحانه وتعالى. أيضا من القصص الدالة على ذلك قصة علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وقال إن منكم، وكان من بينهم أبو بكر وعمر وأبو سعيد الخدري وجماعة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم دوما، ابن عمه وصاحبه وأخوه كذلك في أخوة الإسلام كما جاء في بعض الآثار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدنى عليا وزوج ابنته، وكان علي رضي الله عنه عند باب المسجد يخصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها قطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قتلت على تنزيله، أو كما قاتلت على تنزيله، أي أنني عندما أوحى إلي ربي عز وجل بالقرآن قاتلني من قاتلني من العرب وخالفني من خالفني من العرب، وسيكون منكم رجل يقاتله أناس على تأويل القرآن، أي أنهم يدعون قبول القرآن ولكن يحرفون معانيه، وهذه من وسائل الخوارج. قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو سعيد الخدري فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، يعني كل منهم قالوا يعني كل منا ينظر من سيقول أنت، في كل منهم يبرز أمام النبي عليه السلام يقول عمر أو يقول أبو بكر أو يقول أبو سعيد الخدري، قال لا ولكنه خاصف النعل، ولكنه خاصف النعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يقاتل الخوارج، وأن طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه من جيش علي رضي الله عنه وارضاه، وأن منهم من يكون أشقى الناس يخضب هذه بدم هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دارت الأيام والليالي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الخوارج رجل يقال له ذو الثدية، وهو رجل مبتور اليد خلقة وفي البتر أعلاه حلمة، وهذه الحلمة عليها شعيرات، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرونها برأي العين، وهذا خبر والأخبار تقابل بالتصديق. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يقاتل الخوارج وسوف يقاتلهم قبل النهر، سوف يقاتلهم قبل النهر. ولما جاء في ذلك الحديث له قصة طويلة مذكورة في كتب السيرة والأخبار، لما قدموا تجاوزوا الجسر فقال علي لا سيعودون، قالوا قد تجاوز الجسر، قال سيعودون ما كذبت ولا كذبت، فعادوا من دون الجسر فقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه، ثم قال التمسوا الرجل المخدج أي الذي يده ناقصة التمسوه، فبحثوا بين القتلى بحثوا ما وجدوه، فعادوا إليه قال ما وجدناه يا أبا الحسن، قال ابحثوا عنه والتمسوه والله ما كذبت ولا كذبت. انظر التصديق، انظر الإيمان بخبر محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا حقا، قال التمسوه والله ما كذبت ولا كذبت، فبحثوا عنه الثانية فلم يجدوه، فعادوا له ثلاث مرات وهو يعيد الخطاب ويقول التمسوه والله ما كذبت ولا كذبت، فلما بحثوا عنه ووجدوه بشروا علي رضي الله عنه وارضاه، فسجد علي رضي الله تعالى لله تعالى شكرا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في كتب السنن وكتب الصحاح وكتب دلائل النبوة التي تعنى بالأخبار النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في عالم ما فوق العرش وما تحت العرش وما تحت الفرش وعالم الدنيا وعالم الآخرة وما تحت القبور،
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس على العبد المؤمن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول آمنت وسلمت، إلا أن يقول صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من حقيقة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشعارات والمنارات التي تكون على سبيل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والائتساء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة قدوة وزنا ومعنى، أسوة يعني قدوة، أي لنا قدوة في النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء من أحوال النبي عليه السلام، نأتسي به في قوله، نأتسي به في فعله، نأتسي به في لبسه، نأتسي به في جلوسه، في قومته، في نومته، حتى في الحمام. لما قال يهودي لسلمان الفارسي أدبكم محمد وعلمكم كل شيء، قال نعم علمنا حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة علمناها محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن نأتسي ونقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأكل، في الشرب، في المشي، في التعامل مع الناس، في تربية الصغار، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الجار، في التعامل مع الصديق، في التعامل مع الضيف، في لباسنا، في جميع حركاتنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بإجماع العقلاء من أهل الإسلام وغير أهل الإسلام أنه الرجل الكامل، هو الرجل الكامل عليه الصلاة والسلام، في الكرم، في الوفاء، في الشجاعة، في الصدق، في العدل، في كافة السجايا، حتى صنف العلماء مجلدات ضخام سموها شعب الإيمان، شعب الإيمان عن محمد عليه الصلاة والسلام. البيهقي له كتاب فيما يقارب 10 مجلدات، والأصبهاني له كتاب فيما يقارب 2، كل ذلك ذكروها في شعب الإيمان الدالة على إيمان العبد المسلم. دلنا النبي عليه السلام على كافة الأخلاق الحسنة، ما من خير إلا وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في حياته تجد بأن الصحابة رضي الله عنهم تفحصوه تفحصا، نقلوا لنا كيف كان شعره، نقلوا لنا كيف كان حاجبه، نقلوا لنا كيف كانت عينه، نقلوا لنا كيف كانت براجمه، نقلوا لنا كم عدد الشعرات في لحيته عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على حرص السلف، وسيأتي معنا من ذلك الشرف العظيم، حرص السلف على سنة النبي عليه السلام وعلى هذا الرجل حتى في أوصافه، حتى عدد شعرات لحيته التي بيضت يعدها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أعظم دلائل صدق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به. وكيف نقتدي به ونحن في معزل عن سنته؟ كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتحلى بسمته ودله وأخلاقه؟ وكثير منا لم يقرأ صحيح البخاري، وقد ذكر في مسمى صحيح البخاري قال وسننه وأيامه، سنن النبي عليه السلام وأيامه، يعني كأنك تعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن ابتدأ الوحي إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن جهال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله اعرض محمدا على نفسك، اعرض محمدا على أكلك، على شربك، على مشيك، على تعاملك مع الزوجة، على تعاملك مع الأولاد، على تعاملك مع الجار، على تعاملك مع الصديق، على تعاملك مع العدو. اعرض محمد صلى الله عليه وسلم في قومتك، في نومتك، في جميع شؤونك. إن أنت كنت كالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت أكمل الرجال. ولذلك أكمل الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصدق النساء، أصدق الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أصدق الناس اتباعا للنبي عليه السلام هم أرفع الناس ذكرا وأشهرهم أمرا ويحبونهم الناس. أحب أبو بكر بماذا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الصحابة بماذا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب مالك والشافعي وأحمد بماذا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد اتباع المرء واقتداء المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم زاد ارتفاعه ومعرفة الناس له و ظهوره بالخير بين يدي الناس. فهذا معنى القدوة والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان ويحسن من الإنسان أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لم يكن ذلك من خصائصه. فإن كان من خصائصه فللنبي صلى الله عليه وسلم من شرع الله ما يخصه كنبي فله خصوصيته عليه الصلاة والسلام، وأما ما عدا ذلك فكل ما فعله النبي نفعله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ذات يوم فتقدم في الصلاة إمام، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتقدموا ثم تراجع فتراجعوا
هكذا التأسي والاقتداء. وكان يصلي بهم، والتقدم التراجع لما كشفت الحجب للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجنة، فلما رأى الجنة وما فيها من نعيم يقول تقدمت حتى كأنه يريد أن يتناول شيئا، أراد أن يأخذ عنقودا من العنب من الجنة، ثم حجب بينه وبين الجنة، ثم عرضت له النار فرأى ما فيها من عذاب ومن حرقة، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتقي شيئا، فرجع معه الصحابة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بذلك. كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام بجمع من أصحابه وعليه نعلة، فنزعها فجأة، انظر للاقتداء، نزعها فجأة بمجرد ما أن نزعها الصحابة من خلفي كلهم نزعوا نعالهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم؟ قال يا رسول الله رأيناك قد نزعتنا عليك فنزعنا. قال إنما أتاني جبريل وأخبرني بأن فيهما نجاسة. هذا صدق الاقتداء، هذا صدق الامتثال، هذا صدق الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان اليوم القلب يعتصر، تقرأ علينا رياض الصالحين وتخطب السنة فوق المنابر ومن بطون الدفاتر، وتمر بنا مرورا سريعا لا نمتثل ولا نأتسي ولا نقتدي. لماذا؟ الآمر محمد، رجل مرسل من ربي عز وجل، وكأنه ليس في الوجود إلا أنت. هو ليس مرسل لأناس دون أناس، هو رسول الله تعالى للعالمين وللثقلين للجن والإنس. هو يأمرك أنت، لا تظن بأن الكلام لا يعنيك، لا تظن بأن الكلام لا يخصك، الكلام لك وله ولهم ولهن وللعالم أجمعين. فإن جاءك أمر عن رسول الله قل سمعا وطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ومن حوله أصحابه فقال اجلسوا، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قادم المسجد، فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم الآمر محمد لم يقل المأمور هم الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وإنما هو سمع بصوت رسول الله والناطق محمد والصوت صوت محمد ويقول اجلسوا، ولا أجلس والله لا أجلس. جلس رضي الله عنه وأرضاه، قيل جلس عند باب المسجد وقيل جلس في الشمس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، تعال يا عبد الله بن مسعود. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، فيدلنا ذلك على أننا ينبغي أن نؤطد أنفسنا دوما على أن نقتفي آثار هذا الرجل، وأن نأتسي بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن نفعل ما فعل ما لم يكن ذلك من خصائص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشعارات والمنارات التي ينبغي أن يتحلى بها من كان صادق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتها وقراءتها، فهي وحي من ربي عز وجل. يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإقراء السنة من القرب العظيمة التي ينبغي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، كما أنك تتقرب إلى الله تعالى بقراءة القرآن وترى بأنه وحي من ربنا عز وجل وكلام ربي سبحانه وتعالى، فكذلك تقرب إلى الله عز وجل بقراءة السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ السنة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ دعاء بنظرة الوجه ونور الإيمان، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فكما أن لك حزب ولك ورد من كلام الله عز وجل فاجعل بجواره صحيح البخاري، اجعل بجواره صحيح مسلم، اجعل بجواره السنن الأربعة، فليكن لك حزب وورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان هناك من السلف من تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، أنه كان يلبس البياض ويلبس أجمل ثيابه ويتطيب ويستقبل القبلة ويكون على طهارة ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له. وهذا له أسوة وقدوة بما جاء في حديث جبريل الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس علم ومجلس حديث ومجلس خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي عليه السلام قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر يعني مدهن ومتنظف، جاء في لفظ تجد منه أطيب رائحة المسك. انظر لأدب صاحب الحديث وصاحب السنة، ووقف على طرف البساط وقال أأدنه؟ قال أدنه، فدنا خطوة، ثم قال أأدنه؟ قال أدنه، فدنا خطوة. وهذا أدب في الاستئذان وباب عظيم من أبواب السنة النبوية، أبواب الاستئذان والأدب. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد
كل ذلك من آداب جبريل يؤدبنا على أننا ينبغي أن نكون كذلك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعند تلاوتها وقراءتها. وهكذا كان السلف الصالح، حتى منهم من كانت تلدغه العقرب، ومنهم من كان يدخل الثعبان من طرف ثوبه ويخرج من طرف آخر وهو لا يشعر، لأنه كان يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل من السلف من كان يرتلها ترتيلا، بمعنى أن يأتي بالألفاظ معربة مرتلة، يأتي لفظ تلو لفظ على الوجه السليم. وهكذا ينبغي أن نكون مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقراءة سنة النبي من أعظم القرب. وينبغي على الإنسان في بيته ومع أصدقائه وجلسائه ألا ينسى نصيبه من إقراء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث تسمعون مني ويسمع منكم، وهذا يدل على تناقل سنن النبي عليه السلام، وإلا كيف جاءت هذه الأخبار والآثار؟ ما جاءت إلا بتلاوتها، ما جاءت إلا بقراءتها، ما جاءت إلا بإقرائها، حتى أنهم كانوا يقرؤونها على المنبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرأ اليوم في الخطب. عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حدث بحديث إنما الأعمال بالنيات من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه من حفظه عنه من الناس. فكذلك ينبغي أن نكون. بل يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما رواه الحاكم في المعرفة، قال لا تقل حدثت بالحديث بالأمس ولا أحدث به اليوم، بل حدث به أمس واليوم وغدا. كرروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرئوه أبناءكم، لقنوه صبيانكم، حدثوه جلساءكم، اجعل لك وردا كلما ختمت صحيح البخاري ارجع إليه مرة أخرى واقرأه مرة أخرى حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. أيضا من الشعارات والمنارات التي ينبغي أن يعتنى بها لصدق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليها، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا دعاة، ومن القصور في الفهم والخطأ في الإدراك لمعاني الشريعة أن يظن الظان بأن الدعوة مهمة أناس دون آخرين، أو واجب على بعض الناس دون آخرين. لا، كل من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يصح له ذلك إلا بالدعوة إلى الله عز وجل بقدر المستطاع وبحسب العلم. ولذلك الله تعالى جعلها قيدا في صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من منا معاشر المسلمين رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عربيا أو عجميا، يقول لا أريد أن أكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يدعو إلى الله ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بنص الآية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول في أمره العام المطلق، يقول بلغوا عني ولو آية. فكل من بلغه شيء من دين الله تعالى ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يبلغ غيره بقدر المستطاع وبحسب العلم. فبما عندك من علم من دين الله عز وجل بلغ الناس من ورائك، حدثهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيفية الأكل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فينبغي لنا أن نكون دعاة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الدعوة كثيرة ولله الحمد والمنة، إما أن يكون طالب علم أو شيخ أو خطيب أو معلم فيلقن الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها عليهم، أو يكون كاتبا فيكتب مؤلفا، أو يكون ناشرا فينشر لنا كتاب وينشر لنا مقطع صوتي وينشر لنا مقطع فيديو. هذا ضرب من أضرب الدعوة إلى الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، الذي صنعه والذي ناوله والذي رمى به. فما ظنك كم يدخل الجنة بخطبة أو درس أو محاضرة أو مؤلف؟ المؤلف مأجور، والناسخ مأجور احتسب، والطابع مأجور احتسب، والمشتري مأجور احتسب، والمهدي مأجور احتسب، والقاري مأجور احتسب، وكل من يأتي من وراء هذا النفع بإذن الله تعالى هم شركاء في الأجر من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فلا يسبقك أحد إلى هذه الفضيلة، انشر السنة. بل جاء في الحديث في تفسير حديث الغرباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، لما أخبر النبي عليه السلام عنهم في آخر الزمان قيل من هم يا رسول الله؟ جاء في بعض ألفاظه وإن كان متكلم في صحتها، قال هم الذين يحيون ما أمات الناس
من سنتي، هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكن أنت ممن ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يبث دين الله سبحانه وتعالى. والحديث المشار إليه سابقا دليل على ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أيضا من الشعارات والمنارات الدالة على تعظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة لها والدفاع عنها. وقد جاء في الحديث، وإن كان في إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطنين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فنحن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرد عنه، نذب عنه، نكشف الشبهات التي تدور حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، وكانوا لا يقبلون التشكيك فيها، ولا يقبلون الغمز فيها، ولو كان من أقرب قريب، ولو كان من أقرب قريب. تجد الإنسان عنده غير على دين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث يوم من الأيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام أحد أبنائه وعنده تأويل، قال: يا أبتي والله لا نمنعهن، من الغيرة، قال: والله لا نمنعهن. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال في بعض الألفاظ أنه قال فيه قولا بليغا، وجاء في بعض المواطن أنه قال: لعنك الله. أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن؟ والله لا كلمتك أبدا. انظر للغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن؟ والله لا كلمتك أبدا. قيل بأن عبد الله بن عمر مات وما كلم ابنه، كل ذلك غير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، والخذف والرمي رمي الحجر الصغير، قال: فإنها لا تنكو عدوا وإنما تفقأ العين، بمعنى أنها لا ترد العدو وإنما تضر بالعين. فقام أحد من جلسائه فخذف، أي رمى الحجر وخذف، قال: أحدثك عن رسول الله وتخالفه؟ والله لا كلمتك أبدا. يعني هذا فيه سوء أدب، وفيه عدم احترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم بأن النبي عليه وسلم قال ذلك وتخالفه؟ تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعله؟ قال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله وتخذف؟ والله لا كلمتك أبدا. وعبد الله مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما حدث بحديث المتعة في الحج، فقيل له: إن أبا بكر وعمر يقولون كذا، إن أبا بكر وعمر يقولون كذا، قال: إني أراكم ستهلكون. وفي لفظ آخر قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فيدل ذلك على أن المؤمن ينبغي أن يستحضر في قلبه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها، ولا يقبل بها مساسا، ولا يقبل فيها طعنا، ويغار غيرة حقة، غيرة عادلة، غيرة صادقة، وينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ولله الحمد والمنة لا تزال أمثال هذه المبادئ وأمثال هذه الصفات الحميدة في قلوب كثير من الناس. ما إن يمس أحد أعداء الإسلام والمخاصمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطعن أو غمز أو استهزاء إلا وتتحرك غيرة أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الاتباع، فينشرون سنته ويدلون على فضائله وينشرون شمائله عليه الصلاة والسلام، ويدلون الناس إليها ويحيون ذلك بالمحاضرات والدروس والخطب. هذا كله دليل على غيرة وعلى دفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد ويؤطد بأنهم حقا متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الدلائل والشعارات الظاهرة البينة على صدق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلى نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون الإنسان صادق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. والمحبة ليست بمجرد الشعارات، ولا بدعوى المحبة، ولا بأن تكتبها على حسابك في تويتر أو على سيارتك: إلا رسول الله، أو أحبك يا رسول الله. هذه كلها أمور مجرد شكلية
لا تعبر حقيقة عن محبة رسول الله. المعبر عن محبة رسول الله هي الاتباع، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يكون صادقا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يتجه مباشرة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعها، وبذلك يكون صادق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. دلائل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ذكرت منها بعض الشعارات وبعض المنارات التي ينبغي علينا أن نتحلى بها. صنف كثير من أهل العلم العديد من المصنفات في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصي جميع من حضر بالعناية بها والاهتمام بها، لا من حيث البيان ولا من حيث الاستحثاث وشحذ الهمة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من حيث البيان ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحوال النبي عليه السلام وأيامه وسننه وشمائله عليه السلام، فمن أشهر ذلك أشهر الكتب في ذلك موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه ورحمه، فهو كتاب عظيم في الإسلام ينبغي أن يكون ذخيرة كل بيت موطأ الإمام مالك، حتى قال الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك الكتب الستة المشهورة، الأمهات الست، صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى ورضي عنه، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وإن رغمت أنوف، وكذلك صحيح الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رضي الله عنه ورحمه، وكذلك سنن أبي داود السجستاني سليمان بن أشعث رضي الله عنه ورحمه، وكذلك سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة رضي الله عنه ورحمه، وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كتاب عظيم لا بد أن يكون في بيوتنا ولنا فيها النصيب. وهناك من جمع السنن وحذف الأسانيد، إن كان هناك من يتعلل بأن الأسانيد قد تكون شاقة عليه وأنه عامي وليس له نظر في الأسانيد، فهناك من أهل العلم من خدمنا وجمع الكتب مجردة من دون أسانيد اختصارا لضعاف الهمم ولعامة الناس، ككتاب جامع الأصول لابن أثير كتاب عظيم، وكتاب مجمع الزوائد للهيثمي كتاب عظيم، وكتاب كنز العمال للهندي كتاب عظيم وفيه فوائد وإن كان فيه أخبار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب كتب عظيمة، اقرأها واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه كتب البيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتب التي تغذي الهمة وتكون كالعقار للروح، تشحذ همتك لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم في قلبك شأن هذا الرجل وتعظم في قلبك التأسي به حتى في دقائق الأمور، فقد صنف العلماء في ذلك كتب عظيمة، من ذلك كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للخلال وكلها مطبوعة، وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وكتاب الإبانة لابن بطة الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل كتاب عظيم، وكتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى الشافعي كتاب عظيم، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني كتاب عظيم ذكر فيه آثار وأخبار عن السلف الصالح في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب التمسك بها، كذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي كتاب عظيم، شرح أصول اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي كتاب عظيم مطبوع في خمس مجلدات تقريبا، ينبغي أيضا أن يقرأ وأن ينظر فيه وينظر ما صنفه أهل العلم في أبواب الاعتصام بالسنة، ككتاب الاعتصام بالسنة في من صحيح البخاري رحمه الله تعالى ذكر فيها جملا عظيمة مما صنف في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في تقريرات الأئمة الأعلام كابن الوضاح وابن أبي شامة والشاطبي في كتاب الاعتصام وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسائل عديدة الكلام العظيم الكلام المتين في الحث على الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السائرين على نهجه المقتفين لأثره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.